صباح الخير على كل اللي بيشوفونا النهارده، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج الحياه فكره. زي ما قلنا قبل كده، هي الحياه فكره وفرصه انت بتمسك فيها بتحقق منها نجاحات مهمه جدا 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 بالنسبه لك. الفن او الابداع، دايما الناس اللي عندهم حس فني عندهم ابداع بيطلعوه، سواء بقى في رسمة، سواء في فكرة قدروا ينفذوها بشكل جمالي، سواء في عمل فني أصلا، تمثيل، إخراج، رسومات، شغل هاند ميد. دايما الناس دي بتبقى حسها مرهف كده، بيحبوا الحياة، عندهم نظرة تفاؤلية، مهما مروا بظروف صعبة، مهما حصل لهم مشاكل، دايما بيدوروا على الحاجات الكويسة اللي في دماغهم، دايما شايفين الحياة حلوة، بيحاولوا يرسموا البسمة على وجوه الناس اللي حواليهم دايما. معانا النهاردة حد بيشتغل في الهاند ميد، بصراحة وحقيقي هي مبدعة مبدعة، سواء في الظروف اللي هي قدرت تتخطاها، سواء في الشغل اللي هي بتعمله. هي بتعمل شغل هاند ميد، بتنظم حفلات زفاف أو خطوبات أو كتب كتاب. الشغل بتاعها فعلا فيه فكرة، فيه حاجة كده طالعة من جواها، إحساسها حلو، فبتقدر توصل الحاجات دي للناس اللي حواليها، سواء هي بتسلم هدية معينة، سواء هي بتنفذ خطوبة، بتنفذ حفلة، دايما تلاقي في إبداع كده، في حاجة حلوة طالعة منها. هنقدم لكم ضيفتنا النهاردة، بس خلوني في البداية أرحب بزميلتي أسماء. صباح الخير عليك يا أسماء. صباح الخير يا رانيا، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا النهاردة. اي انسان في الدنيا بيجي الحياه عشان يسيب اثر في المجتمع اللي هو عايش فيه، مش مهم الاثر ده يبقى قوي قوي ولا ضعيف قوي، المهم ان هو بيسعى دايما انه يوصل لهدفه ويسيب اثر في المجتمع. الابداع والفن شيء عظيم جدا جدا جدا، مش اي حد يبقى مبدع ومش اي حد يبقى فنان، عشان كده كل مبدع وكل فنان بيمشي على خطوات معينه، ايا كانت بتختلف من شخص للتاني، بس هي خطوات كلها واضحه وصريحه علشان يقدر يحط الفكره بتاعته وينفذها ويوصل للهدف بتاعه، ويبقى فعلا سايب بصمه واثر في الحياه. زي ما رانيا قالت، احنا معانا النهارده مبدعه وفنانه فعلا قدرت تتخطى ظروف صعبه قوي قوي، وقدرت تكون اشطر بنت في الهاند ميد وتنظيم الحفلات. مش بس كده، هي قدرت كمان في دراستها ان هي تعمل كده، مش بره الدراسه بس. خلينا نرحب الاول معانا باسراء سعيد. اهلا بيكي يا اسراء. اهلا بيكي يا رانيا. اهلا بيكي يا اسماء. اهلا بيكي يا رانيا. اهلا بيكي يا اسراء. عايزين بقى نعرف اول حاجه، انت ازاي بداتي اصلا مجال الهاند ميد؟ يعني ايه الفكره اللي خلتك تدخلي فيه؟ انا وانا عندي 10 سنين مريت بظروف صحيه صعبه، يعني تعبت جدا ودخلت كده في يعني اكتشفت ان انا عندي مرض مزمن، وكانت بقى نفسيتي صعبه جدا، والدكاتره كلهم كانوا بيقولوا ان المرض اللي عندي 70% من العلاج بيعتمد على الحاله النفسيه. فانا ساعتها الهوايه بتاعتي كانت الرسم والحاجات اللي هي الهاند ميد، بس من وانا صغيره جدا ماما وبابا كانوا دايما بينموا الهوايه دي عندي، بس ما قدرتش ان انا اللي هو خلاص بقى انا كان ده شغفي بقى ودوت هدفي في الحياه، غير بعد ما حسيت ان انا فعلا عايزه اخرج من ظروف نفسيه صعبه انا دخلت فيها. فبعد كده دخلت بقى بعد ما يعني تخطيت اول مرحله في اللي هي مرحله الخطر في المرض اللي كان عندي. هو جالك اصلا كده فجاه، ولا كان في مؤشرات بتقول ان انت مثلا في حاجه صحيه فيها خلل فانا اكتشفت ان ده عندي؟ لا، هو الفكره كلها ان انا يعني هنا كنت زي اي طفل، انه ممكن يتعب شويه، احس بتعب شويه، احس بسخونيه شويه، بس جيت مره واحده حسيت بقى ان خلاص، يعني تقريبا كان جسمي كله بينهار. فقعدت فعلا فتره ساعتها، يعني قعدت تقريبا 4 شهور علشان اعرف بس انا عندي ايه. هو عندي خلل بس في المناعه، او يعني هو مرض مناعي بيتهيأ له ان في مرض في الجسم، فبيبدا يهاجم في خلايا الجسم نفسها، ما بيهاجمش في المرض اللي بيدخل، بيهاجم في الجسم نفسه. فبالتالي كان الموضوع صعب على طفله برضو ان هي عندها 10 سنين ان هي تاخد 28 قرص في اليوم، فغير بقى محاليل وحاجات زي كده. فالفتره حتى اللي انا كنت محجوزه فيها في المستشفى كنت بحاول ان انا اقعد ارسم، اقعد اعمل حاجه، كنت بكتب شعر ساعتها كمان، وكنت يعني الدكاتره كمان اللي كانوا هناك كانوا دايما بينموا عندي حاجه زي كده، كانوا بيجوا يقعدوا معايا، كانوا بيرسموا لي حاجات، كانوا بيجيبوا لي الوان وبيجيبوا لي سكتشات بتاعت رسم وحاجات زي كده. طيب يعني انت اصلا انت بادئه من وانت صغيره خالص ان انت حاسه ان انت حابه ترسمي وحابه ان انت تبدعي، بتطلعي حاجات فنيه معينه،
بس انت جيتي فجأة لما تعبتي قررتي ان انت لا انت عاوزة تفضلي ماشية على الطريق ده او واخدة الاتجاه ده. حسيت ان انا فعلا عندي شغف اكتر في حاجة زي كده، فحسيت ان انا لما هنمي الشغف ده وهدي فيه هيخرجني من اي حالة نفسية انا فيها. مش شرط ان هو الانسان عشان يخرج من حالة نفسية يكون تعبان او يكون مريض او يكون عنده اعاقة او اي حاجة في الدنيا، لا هو يعني اي انسان. التعب كان دافع ليكي اصلا ان انت تشتغلي في الموضوع بالزبط. ده، وان انت حابة خلاص المجال الفني او الشغل الهاند ميد، فالتعب بالنسبة لك اداكي دافع لا انا عايزه اخرج من الحاله دي، فانا بالتالي هنفذه بالشكل ده. بالظبط كده. خدي بالك كمان هي طفله عندها 10 سنين. ايوه بالظبط. يعني هو ده السؤال فعلا، ده يعني ما حدش هيجي في دماغه مثلا فكره ان انا اكون تعبان فانا هبدع في حاجه عشان ابقى كويس. بالظبط. وطفل عنده 10 سنين اللي اداني كمان الهدف او الدافع ده. انا كنت محجوزه اصلا في بريش، فهي مستشفى اصلا حكومه، بس كان فيها ناس زي دلوقتي مش زي زمان. تمام. بيحبوا ان هم يعلموا الاطفال حاجات ليها علاقه بالفن، بالموسيقى، بالحاجات اللي هي اللي زي كده. كانوا بيقعدوا يدعمونا نفسيا، ان احنا لا احنا تعالوا نرسم، تعالوا مش عارف ايه، حاجات زي كده. تقصدي متطوعين؟ اه بالظبط كده. فانا لما كنت بشوف الناس دي كنت بشوف قد ايه هما بيغيروا الحاله النفسيه لاي بيشنت موجود في المستشفى. اكيد طبعا. فكنت عايزه ادخل اصلا المجال ده لمجرد ان انا اسيب بصمه في الناس، ان هي ازاي تقدر ان هي تتنازل عن اي مشكله هي فيها او اي حاله نفسيه هي فيها. مش شرط يكون تعب او اي حاجه، ممكن علاقات، ممكن حد متضايق ان اهله مثلا عملوا له اي حاجه، او في دخل في علاقه وفشلت، دخل اي حاجه نفسيه مثلا، ان هو بقى يقدر ان هو يعالجها بطريقه نفسيه. أوكي. احنا من النقطه دي حابين فعلا ان احنا نتوجه بالشكر لاي شخص بيتطوع فعلا ان هو يدخل البسمه على الاطفال، ان هو يروح مستشفيات الاطفال فعلا ويساعدوهم ويقفوا جنبهم ويحسسوهم ان مش لوحدهم، لان الطفل في الوقت ده بيبقى نفسيته متاثره جدا. هو حابب اصلا، هي نفسيه متدمره جدا، عارفه اللي هو حاسس انه عاوز بس الناس حواليه، يعني هو مش مدرك هو ايه المرض اللي عنده ده. بالظبط. ودايما بحس ان هو لوحده لما هو مثلا يقضي عيد او رمضان او حاجه في مستشفى بعيد عن اهله، فده بيبقى صعب جدا. اكيد طبعا. يعني انا مثلا لولا اهلي، يعني انا الحمد لله يعني محبوبه جدا في وسط عيلتي كلها، فاهلي لولا وجودهم جنبي ووجودهم معايا وتشجيعهم ودعمهم ليا، بالاخص ماما تقريبا ما سابتنيش لحظه واحده. طيب بصي هستاذنك في الفيديو بتاعك اللي هو بتاع الاطفال. جاهز معانا دلوقتي؟ تمام. هنعرضه علشان تكلمينا عنه. تمام. انت عامله كل التصاميم اللي فيه؟ بالظبط كده. انا في الشغل بتاعي، يعني شغل تنظيم الحفلات هو شغل حلو جدا وانا بلاقي نفسي فيه فعلا، بس كنت حاسه اكتر بالفرحه مع الاطفال. ان انا ادعم التراث او انمي ان هم، احنا عندنا تراث في بلدنا جميل جدا، احنا عندنا تراث اللي هو الحضاره المصريه القديمه، يعني عارفه كل حاجه فيها تتدرس بجد. 6 اكتوبر يعني ده كان انجاز عظيم. انا لاحظت ان انت عامله فيديو جميل قوي، يعني انا ما توقعتش ان انت تكوني عامله كل الحاجات اللي لا فيه. انا كان جزء بسيط، فاهماني؟ لا الحمد لله. يعني انا تقريبا بصي الشخص اللي هو بتاع اللي هو المدير بتاع الحضانه بيكلمني، اسراء انا عايز اعمل ايفنت عن مثلا 6 اكتوبر، عايز اعمل ايفنت عن هواوي دي، عايز اعمل ايفنت عن المصريين القدماء. ده كان اول شغل ليكي اصلا؟ لا. اول حاجه كانت ايه؟ اول حاجه انا كنت عارفه ما كانش معايا فلوس اصلا، كنت شغاله مدرسه ارت في مكان، وبعد كده قالوا لي اسراء احنا عايزين، يعني احنا شايفين ان انت بتعملي حاجات صغيره حلوه، هل انت بتعرفي تعملي الحاجات دي على كبير ان احنا نعمل بيها ديكور؟ فقلت لهم هجرب. ساعتها كانت لسه تجربه. اخدت المرتب بتاعي اللي انا كنت شغاله بيه ونزلت على المكتبه، اشتريت شويه فوم وشويه بقى قماش ملون وحاجات زي كده، وبدات ان انا اقص بقى والعب، وان انا اعمل بقى شخصيه. عملت شخصيه كده كانها كانت طفله بتاعه حضانه، يعني هي هتتحط اصلا في حضانه. دي كانت اول حاجه انا عملتها. بعدين لما لقيت نفسي ان انا بعرف اطلع وشوش او اطلع شكل بالخامه اللي هي بتاعه الفوم او الجوخ كمان، قلت طب ايه المشكله ان انا ابدا ان انا بقى اعمل ديكور كبير. فبقيت بالظبط كده. فعارفه برضو اللي هو حته ان انت تلاقي حد لسه ما شافش الشغل بتاعك، انت بتقولي له هعمل لك ديكور الحضانه كامل، دي بتبقى صعبه شويه. فساعتها لقيت فعلا حضانه كانت في المهندسين، فعرضت عليهم شغلي، بس اللي هو بقى الشغل اللي هو الصغير. قلت لهم ان انا بعمل بقى ديكور كبير ومش عارف ايه، بس انا معيش لسه الداتا بتاعتي ومفيش، انا لسه ما اشتغلتش. فساعتها قالت لي خلاص تمام، طيب الكلاس دوت انا عايزاكي تعملي لي فيه كانه بحر. بحر.
فساعتها انا كنت بحب كرتون نيمو جدا. فعملت بقى الديزاين كله بتاع الاوضه ان هو بقى بحر، وعملت بقى السمك بتاع نيمو ودوري وكل الحاجات اللي زي كده. الحاجات دي ما استعنتيش مثلا ان انت تتفرجي على فيديو وعلى النت عشان تقدري توصلي لها، ولا هو كده يعني؟ لا، هو اي انسان اصلا عايز يبدع في حاجه لازم يبقى يعني الذاكره البصريه بتاعته تكون مليانه بصور حاجات كتير. ليه؟ علشان حتى لو هو هيجي يرسم من نفسه او من عقله وهيبدع بده، فهو ذاكرته شافت الالوان، شافت التوافق اللوني، شافت الانسجام، شافت الحاجات اللي هي زي كده في الالوان او في عارفه الطبيعه نفسها. لما انت اصلا بتبصي في طبيعه زرع بتاخدي وسماء اصلا وبتاخدي كل منظر بتشوفيه بيبقى جواكي محفوظ في الذاكره. بالظبط، حتى الالوان بتستخدميه تاني. بالظبط، حتى الالوان نفسها. خليني اسالك، يعني هو ده بالنسبه لك يعتبر ده اول شغل انت عملتيه كشغل؟ انما انت اصلا من البدايه انت بتعملي حاجات مع نفسك في البيت، بتعرضيها على مامتك على باباكي، بتاخدي رايهم، يعني حاجات داخليه كده ما بينكوا، انما بالزبط. كشغل ده كان اول حاجه، ده كان اول حاجه فعلا اشتغلتها. طب انت اصلا اشتغلتي مدرسه ارت يعني علشان انت خريجه فنون جميله ولا؟ هو انا لسه ما اتخرجتش. امال ايه بقى؟ يعني انا هتخرج السنه دي ان شاء الله. فانا كنت عايزه اشتغل الحاجات دي، اللي هو انا بتعلم حاجات في الكليه بس ما بتعلمش. يعني شغل الفوم والجوخ انا ما اشتغلتش فيه في الكليه غير السنه دي. تمام. بس احنا كليتنا بقى عظيمه، يعني عارفه اللي هو بنتعلم فيها نحت، خزة، نجاره، اشغال جلد، اشغال معادن، الحاجات اللي هي زي كده. بس انا كنت شايفه ان لو اطفال حضانات الحاجات دي صعبه عليها شويه ان انا اعلمها لها. اوكي، طب احنا عايزينك تبداي تعملي لنا حاجه لايف كده علشان نشوفها، صور معانا ليكي علشان تكلمينا عن الشغل ده. اوكي تمام. انا هنا نبدا. هعمل خروف للعيد، هو هيبقى نستخدمه كمغناطيس ثلاجه. حلو قوي. والعيد كمان الاضحى خلاص قريب. بصي، هي الفكره برضو ان انا عايزه الامهات تلعب مع اولادها، يعني اللي هو ايه، الخامات بتاعته بسيطه جدا ومش هتكلفنا كتير. انما لما اقعد بقى مع اولادي واقعد اعلمهم بقى ازاي ان احنا نرسم، ازاي ان احنا نقص الحاجه، ازاي ان احنا اصلا نستخدم الحاجه دي كوحده عندنا في البيت. يعني لما تحط على الثلاجه كل يوم كده، لما يروحوا يشربوا او لما يدخلوا الثلاجه لاي سبب ويشوفوا الحاجه اللي هم عاملينها بايديها هيبقوا مبسوطين. فاللي هم ده هينمي روح الابتكار عندهم، وان هم عايزين يبداوا، عايزين يبداوا ان هم يشتغلوا بحاجه زي كده. طب معلش خلينا اسالك، انت بالنسبه لك بتطلعي النموذج في دماغك؟ يعني انت خلاص جه في دماغك فكره معينه فبتنفذيها، ولا انت بتشوفي ديزاينات على الانترنت مثلا فانت حابه تطلعي الشكل ده؟ يعني شغاله على الاثنين احيانا. احيانا يعني احنا الحمد لله اتعلمنا في الكليه عندي التصميم، ان انت ازاي تصممي حاجه بقى من خيالك. تمام. فانا احيانا برسم التصميم ببقى عايزه اشتغله بالجوخ، واحيانا برسم تصميم بقى عايزه لا هو ده هشتغله خشب. تمام. واحيانا برسم تصميم اللي هو دوت لا انا هشتغله بقى بالطينه والخزف ورق وقلم وتبدع بقى وتطلعي بقى فن كده. انما احيانا لما بيكون بقى شغل، احيانا الناس بتبعت لي صور ديزاين معين هم عاوزينه، احنا عايزين ده. بالظبط. واي ديزاين بيجي لك بتعرفي تعمليه؟ انا في الاول لما كنت يعني بسمع كلام الناس زي ما هو، يعني دلوقتي بقيت بحط التاتش بتاعي شويه، بقول لهم هحط كذا، يعني التاتش بتاعي هيبقى كذا، فهم وافقوا. تمام. ما وافقوش بعمل لهم زي ما هم عايزينه. في البدايه انا كنت بتلخبط بين شغلي وصور الشغل اللي هم باعتينه. ايوه فاهماني. فاللي هو يعني انا في مره فاكره ان انا كنت نزلت على البيج عندي والجروب صور شغل اصلا ما كانش شغلي، بس الفكره ان هو كان حتى لما اتصور كان نفس الشكل. ففعلا اللي هو اتفاجئت كده شويه، وبعدين قلت لا، اللي هو بعد كده لازم احط الطابع بتاعي انا. اوكي. اللي هو الناس لما تشوف الحاجه اهو ده شغل اسراء سعيد. طب احكي لنا بقى الماتيريال دي ايه. بصي، احنا هنشتغل هنا بالجوخ. الجوخ دوت يعني انا جايبه قطع صغيره علشان ايه البرنامج كده. هو المتر بتاعه كله بيتباع تقريبا ب 12 جنيه وبيكون موجود في المكتبات كلها الكبيره، فانا حبيت ان انا اشتغل بيه عشان هو سهل جدا، مش محتاج حتى ان احنا نرسم باترون على ورق او حاجه. بس هو الافضل لو احنا مثلا هنعمل من الخروف دوت كذا قطعه، فالافضل ان احنا نعمل باترون على ورق. تمام. بعد ما هنعمل باترون على ورق هنبدا ان احنا نحطه على الجوخ ونبدا ان احنا نرسم ونحدد المكان، هيطلع يعني لنا كل الحاجه نفس الشكل. تمام. انما لو احنا بقى حر بقى مع نفسنا ومع اطفالنا وكده فعادي يعني ان احنا نبدع فيه. تمام. فانا هنا هستخدم الاول الميزه كمان في الخامه بتاعه الجوخ ان هو اصلا الوانه كتير جدا، فاللي هو مش هيحددني بلون معين. يعني ده مثلا خروف ابيض، فاللي هو لا انا مش يعني مش شرط ان انا اعمل خروف ابيض، ممكن اعمله بني، ممكن اعمله بيج، ممكن اعمله اي لون. الالوان بتاعه الجوخ كتير يعني كتيره جدا. طب دي حاجه كويسه جدا. بصي، احنا هنجيب بس ايه قطعه من الجوخ وهنطبقها اتنين كده.
طيب بيواجهك بقى صعوبة مثلا في ان ماتيريال غالي، تكلفة تبقى عالية بالنسبة لك؟ بصي، هو اكيد في حاجات بنبقى نفسنا نشتغل بيها بتبقى غالية، وفي حاجات مش بتبقى موجودة اصلا في مصر، يعني بعض الخامات. بس الميزة في الفنان ان هو يحاول يطوع الخامة اللي موجودة للديزاين بتاعه، للديزاين اللي هو عايزه. طب حلو جدا. احيانا بيطلع فيها طبعا اختلافات وحاجات زي كده، ان الخامات بتفرق، انما على الاقل هيرضي غروره ان هو عارف ان هو يستخدم يوصل للحاجة اللي هو عاوزها يعني. طب وايه موضوع الحفلات بقى، بدأتي ازاي؟ اللي هي البلالين بقى والديكور بتاع البلالين ده بدأتي ازاي؟ طيب هقول بس هعمل هنا ايه وهتكلم وانا بقول. بصوا، هو احنا ممكن نعملها بالقلم، وانا هعملها من غير قلم، بس احنا هنرسم هنا، يعني احنا عندنا طبقتين من الجوخ هنرسم عليها شكل الغيمه او السحابه. تمام. وهنبدا ان احنا نقصها، فانا هنا ممكن اقصها من غير ما ارسمها، بس طبعا احنا في البيت هنرسم ده. اوكي. انا في مجال تنظيم الحفلات، انا كنت شغاله في الحضانه، وبعدين جت واحده قالت لي: اسراء، انت بتعملي شغل حلو، وانا عايزاك ان انت بقى ايه تعملي لي الشغل بالبلالين وحاجات زي كده لاسبوع بنت اخويا. بس فقلت لها تمام، بس انا قلت لها تمام وانا من جوايا انا مش عارفه، يعني حرام عليكي متردده يعني. كان عندي فوبيا من البلالين عشان صوت الفرقعه بتاعتها اصلا بيضايقني جدا. فساعتها بقى قلت لها خلاص ماشي، ونزلت اشتريت الماتيريال، حتى ما اشتريتش اي حاجه جمله، واشتريت منفاخ بلالين، عارفه اللي هو المنفاخ اللي هو بالبلاستيك دوت العادي، ونزلت وقلت بقى هجرب. ولما لقيت الشغل حلو وعجب الناس كلها والناس شجعتني، فساعتها بقى قررت ان انا ايه اخد كورس واشوف فيديوهات كتير على اليوتيوب واعمل الحاجات دي لحد ما اوصل للحاجه اللي ترضيني. طب حلو جدا. الموضوع صعب لحد مثلا لسه عاوز يبدا المجال ده بس لسه ما خدش الخطوه، ولا ممكن يتعلم عادي بسهوله؟ بصي هقول لك حاجه، هو الاول انا كنت فاكره ان هو مستحيل حد يقدر ان هو يعمل حاجه زي كده غير كورس. انما دلوقتي يعني انا دلوقتي عامله قناه على اليوتيوب ببدا ان انا اعلم فيها الناس ان هي تعمل الحاجات دي من البيت من غير ما تروح كورس او اي حاجه. ولقيت ان هو في ناس كتير اصلا بدات كده، يعني انا لما رحت الكورس ما استفدتش قوي. يعني فاهمة، في ناس مش بتعلمك الحاجة زي ما هي اتعلمتها. بصي خليني اقولك حاجة، هو في الاول وفي الاخر الموضوع فني بحت. انت لو ما عندكيش اصلا روح فنيه معينه، لو مش قادره ان انت تبدعي في المجال ده، انت مش هتعرفي ان انت تشتغلي. يعني هو اعتماد الموضوع بالظبط، هي مش تعلم قد ما هو انا انت عندك شغف لحاجه بالظبط كده. فهي الفكره كلها في ان انت بس ايه تتعلمي الاساسيات. يعني مثلا الشغل بتاعنا بيعتمد بس ان انت ازاي تنفخي بالونه بحجم معين، تبداي ان انت تربطيها بطريقه معينه، تنسقي الوان، تمام، حاجات زي كده. بصوا انا عندي هنا الستيكس ديت اللي هي عارفين هي بتاعه الايس كريم او القافط بتاع اللسان. أوكي. ممكن احنا نستخدمه برده لو احنا هنكبر الحجم. فانا هنا هقص، يعني هستخدم اتنين، هقصهم بس النص، ممكن نقصها مقص عادي. تمام. هقصهم بس ايه بالنص كده. طيب احنا برده وانتي شغاله كده في شغل ليكي، الصور بتاعتك بتتعرض معانا. تمام. ده فريم ممكن احنا نستخدمه في التخرج. اوكي. او الحاجات اللي هي المناسبات. ده إيه؟ هنا كنت عامله ايفنت عن الهنود الحمر. ده شخص واو. صح. ايوه ده أيوة. ولد كان قاعد كده في خيمه وعاملين له بقى زي انت اللي عامله اللبس والستايلات دي كلها. مامتي هي يعني انا مامتي شغاله معايا، هي كانت بتحب جدا التفصيل زمان وكده، فبقيت بتشتغل يعني معايا. يعني انت بتدي لها الديزاين وهي كان في صور حضاره فرعونيه ولبس زي فرعوني وحاجات كده. هو انا بقول لك انا بحب ادعم التراث. علشان الوقت. وان انا اخلي الاطفال يعرفوا التراث بتاعنا ايه، فعملت لهم بقى ايفنت فلاحي، ايفنت فرعوني، الحاجات اللي هي زي كده. ده اللي بيطلب منك في الحضانه، ان انت في ايفنتات معينه هم عاوزينها تتعمل، في ايفنتات معينه. واحيانا انا بقترح على اصحاب الحضانات ايه رايكم نعمل كذا. طب حلو، ده كويس جدا. هو ده بيبقى حلو جدا للناس اللي هي اصلا بتحب، مش واخداها ان هو بقى ايه فلوس وحاجات زي كده، لا في ناس فعلا بتبقى عايزه تتعلم. طب بصوا انا هنا الستيكس ديت هلزقها هنا. اوكي. اللي هي زي الرجلين بتاعته. تمام. اهم حاجه بس ان انا اراعي ان هما الاثنين بعد ما يتلزقوا يكونوا في نفس السوا مع بعض. اوكي. تمام. وهلزق برضو الايد. احنا عايزين بقى عيد وكده، فاللي هو يكون فرحان، وحاجه بسيطه اعتقد كدا. مش صعبه. صغيره بالظبط كده، عارفه يعني كلها قص ولزق بس. بالظبط. بصوا بقى انا هنا هحط المغناطيس من جوه في يعني ما بين الطبقتين، بحيث ان انا ما احطوش من بره وان هو ويبين يبقى ممكن يقع مش لطيف. فهو كده هيبقى اشيك. برضو المغناطيس ده متوفر جدا في المكتبات.
هنبدأ بقى ان احنا نلزق الطبقة الثانية. حتى لو ما تطبقوش على بعض، يعني بصي هنا ما تطبقوش على بعض، حتى لو ما تطبقوش على بعض فهو الصوف اصلا بتاع الخروف مش بيبقى متطابق، فاللي هو عادي. تمام. بعد كده هنجيب قماش اسود وهنبدا نقص شكل بيضاوي. بصي انا عاجبني فكره ان انت مش رسمه حاجه ومش مثلا ماشيه على خط معين بتقصي منه، ومش يعني ما شاء الله بقى عاجبني قوي الموضوع ده. بالنسبه لها حاجه بسيطه صح. هو عايزه اقول لك، هو ممكن في ناس بتقول كده، وفي عارفه لما انت تجربي الخامه وتتعاملي بيها وتشوفي كده صور كتير، يعني انت كنت تسأليني على الصور، لما انت بقى تتفرجي على صور كتير وتتعاملي اصلا بالخامه بايديكي هساعدها، هتحسي ان انت فعلا تقدري تعملي كده. يعني مثلا الاشكال اللي هو، يعني انا هنا عامله شكل بيضاوي، فاللي هو مش شرط ان انا ارسمه مش عارف ايه، لان كيكي اصلا مش عايزاه يطلع شكله طبيعي يعني قوي. ممكن ان انا اشتغل ورده، هكون شايفه الورده فيها 4 ورقات، هقصهم برده كده بنفس الايه، يعني هطبقها وبعد كده هبدا ان انا هقص. الفكره كمان ان انا دارسه رسم هندسي عندي في الكليه، فعارفين الحاجات اللي هي فيها افراد، فيها فيها افراد، فيها تركيب، فيها حاجات زي كده برضو، ان احنا عندك خلفيه برضو بيها. خليني عملت سحابه تاني بس صغيره بقى. اوكي دي علشان الفرو بتاع راس الخروف. طيب خلينا نقول ان فعلا زي ما قلنا في البدايه ان الفن والابداع دي بتبقى حاجه جوه الانسان، بيبقى هو عنده فكره معينه حابب ان هو يخرجها، بيبقى هو شخص اصلا روحه حلوه وعنده امل، حتى لو مر بظروف صعبه، حتى لو شاف حاجات صعبه جدا في حياته، بس بيبقى حابب ان هو يكمل، حابب ان هو، لا هو شايف ان الحياه تستحق ان هو يعيشها ايا كان بقى عمره قد ايه، فهو حابب يستمتع باللي لسه باقي في عمره ده. الهاند ميد شغل حلو جدا جدا وبسيط، واعتقد ان سهل اي حد بيحب الفن عموما ان هو يتعلمه ويقدر يطلع منه حاجه كويسه جدا، ويقدر ان هو يعمل حاجه لنفسه ملهاش علاقه بالعائد المادي، ولكن هي ليها علاقه بان انا قادره افرح اللي حواليا. طيب احنا اسراء كانت اكتر نموذج بالنسبه لي بيدل ان الصحه النفسيه عمرها ما كانت عائق، وان الانسان دايما اللي كئيب، شويه مشاكل نفسيه، شويه ضغوطات في الحياه، ده الطبيعي جدا بيحصل في حياتنا، بس مش طبيعي ان انت تستسلم. لو كل واحد فينا استسلم لكل حاجه جواه، لكل حاجه تعبانه نفسيا ولو بسيطه، مش نقدر نكمل حياتنا، واحنا مش جايين الدنيا علشان نقعد شويه صغيرين قوي كده ونمشي. فخلاص انت ابدع وطلع اللي جواك. حلقتنا خلصت، بس طبعا النماذج والشخصيات المبدعه والفنانين في الدنيا عمرهم ما خلصوا ابدا. استنونا في حلقه جديده من برنامج الحياه فكره مع اسماء زايد ورانيا عرام.